العالم كله فقد أستاذ جليل، عالم من علماء القانون، الإنسان الأمين اللي كان أمين على وطنيته وأمين على بلده وأمين على مهنته وأمين على كل الطموحات اللي اتمنى أي واحد يحققها في حياته. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته. الوطن بيحب بلده وليه مواقف كتيرة يعني. العالم كله اختار المناصب اللي تولاها، هي اكبر مناصب في المناصب القياديه في العالم، في البرلمانات الدوليه، البرلمان الدولي والبرلمان المتوسطي والبرلمان الافريقي والبرلمان العربي والبرلمان ومجلس النواب ومجلس الشعب في مصر. وكان عالم جهده كله للكتب وللعلم وللدراسات، والحقيقه يعني مثل وقدوه يحتذى بيها. وبعدين يعني ربنا كرمه بمعنى الكلمه انه يتوفاه في اللحظات دي، في ليله مباركه في شهر رمضان وفي التوقيت ده. لا ده كرم كبير قوي قوي، ربنا يتغمده برحمته، ربنا يتغمده برحمته، ربنا يرحمه. طبعا هو كان قمه كبيره جدا على المستوى القانوني وعلى المستوى البرلماني، وله تاريخ مشرف، ربنا يرحمه ويصبر. اعزائنا طبعا لعائله الفقيد بالكامل هذا الرجل المحترم اللي خدم مصر وخدم كل محبيه بكل اخلاص، وربنا طبعا يرحمه ويدخل جناته ان شاء الله ويصبر في كل محبيه. احنا بنعزي نفسنا في شخصيه عظيمه، شيخ عالم قدير ورجل سياسي من الدرجه الاولى، وله تاريخ عظيم جدا في القانون وفي خلافه، وانتشر علنيا وداخليا وادى دوره على اكمل وجه. رحمه الله كثيرا 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 كثير جدا من الوقت. هو انا مش مجرد رجل قانون، عبقريه فنيه على مستوى العالم يعني، مش على مستوى مصر فقط. لا اظن كل واحد في مصر يفتكر له حاجه يعني، لانه كان طبعا هو كان مستو انه كان بيعبر عن هو في داخله، بيعبر عن افكاره كل حاجه. فربنا يتاح له الفرصه انه يحصل على حب ناس كتير جدا بهذه الجرأة والشجاعة بتاعته. ربنا يرحمه ويصبر كل المحبين ان شاء الله. شكرا. هو الرجل يعني، عشان برضه اقول لك حاجه، انا هو زي ما احنا بنقول هو قامه كبيره وحاجه كبيره جدا يعني، وكان ليه مواقف كثيره جدا، وكان قول الحق ما ينشغل عنه غير كده. حقيقه له من الادوار كبيره قوي في مجلس الشعب، كانت حاجه عظيمه جدا، وكان يرجع اليه الرئيس الحقيقه وهو في هذا المكان يعني. حقيقه التاريخ وتاريخ كبير قوي للدكتور فتحي سرور. إن الله وإنا إليه راجعون. إرادة الله سبحانه وتعالى، يبدو سبحانه وتعالى أراد تكريم هذا الرجل، فيعني مات في العشر الأواخر وفي ليلة نظنها أنها ليلة القدر. ألف رحمة ونور عليه. وطبعا التواجد من كل المصريين بيعكس مدى تقدير وحب الناس لهذا الرجل. ألف رحمة ونور عليه. قيمة كبيرة، قيمة قانونية وعظيمة كبيرة قوي. الله يرحمه. أستاذ دكتور فتحي السرور قيمة قضائية وقانونية، ورجل دولة كبير تولى مناصب بالغة الأهمية، وهو والأهم من كل هذا أنه أحد المرجعيات القانونية في العالم كله، وله مدرسة بحثية متميزة. البقاء لله. الله يرحمه دكتور فتحي، كان من خيار الناس خلقا وأدبا، وهو من خيار العلماء في القانون الجنائي الذين قدموا كمية من العلم الراقي لطلاب القانون ولرجال القانون، وخدم البلد طول مدة عمله في العمل العام قدر ما استطاع، لأنه العمل العام عليه قيود، لكن في ظل ما كان موجودا خدم البلد أعظم خدمة، رحمة الله عليه. طبعا أستاذ عظيم ووطني من الطراز الأول، وندعو الله له بالرحمة وأن يسكنه فسيح جناته جزاء لما قدم لمصرنا الحبيبة. وهذا هو حال الحياة، ندعو له بالرحمة. فقدت مصر شخصية من أعظم الشخصيات، قيمة وقامة. عرفنا دكتور فتحي سرور برلمانيا فاز وقانوني بارع، حياة عطاء مع أهالي السيدة زينب، بل عطاء مع أهالي مصر بالكامل، بل عطاء للعالم كامل. الدكتور فتحي سرور كان مدرسة أخلاقية وقانونية وبرلمانية يحتذى به. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهلي وزويه وأحبابه الصبر والسلوان. هذا الرجل رحمه الله فرض نفسه على الكافة، بمعنى بعلمه بأخلاقه بطيبته بسماحته،
عاشرناه أستاذا في الجامعة وعميدا لحقوق القاهرة، رئيسا للجامعة أو نائبا لرئيس الجامعة، عاشرناه رئيسا لمجلس الشعب، وعملت معه 5 سنوات مستشارا قانونيا له في مجلس الشعب بالإضافة لعملي كقاضي، ثم بعد ذلك في مجالات القانونية الدولية والمحلية، رئيسا للجمعية المصرية للقانون الجنائي، رئيسا للجمعية العقوبات الدولية، رئيسا لتجمعات دولية عالمية في هذا المجال في اليونسكو في باريس إلى آخره. مؤلفاته في كل مكتبة من مكتبات رجال القانون أيا كانوا في هذا، سيرة عطرة وربنا يتكفله ويدخله جناته إن شاء الله. طبعا أنا عملنا مع القيمة والقامة القانونية الدكتور فتحي سرور التي نعتز به وكل المصريين والعالم العربي يعتزوا به، أحد مش عارف يقول إيه، لكن هي سنة الحياة وقد الله مش أفعل، وربنا يرحمه ويرحمنا أمتنا جميعا. نحن تعلمنا منه الكثير فيما يتعلق بصناعة التشريع والأدوات الرقابية وما يتعلق برجل القانون فيما آخر أصلا أعماله، أنا موثق فيها الدفاع ومن ذلك مش خطر خلق. شكرا، ربنا يرحمه ويحسن إليه. ربنا يرحمه ويحسن إليه. دكتور فتحي أستاذ قانون، الزمن يعني كل 50 سنة ممكن يخرج واحد زيه. السنهوري أستاذ قانون، دكتور فتحي اسمه على نفس المستوى، حكم 10 سنين في القرن الماضي و10 سنين في القرن اللي احنا فيه، وكان مسؤول عن التشريعات اللي خرجت على مدى اكتر من 20 سنة، ليه مكانة عالمية، يعني نفخر احنا في مصر عندنا دكتور فتحي. ربنا يرحمه ويبارك في اعماله وفيما ترك. استاذنا جميعا رحمة الله عليه، استاذنا جميعا بصرة كبيرة المصرية، راجل كان محترم وسمعته طيبة جدا وأدى واجبه بما يرضي الله، يعني في الفترة اللي كان فيها رئيس مجلس الشعب، وربنا يجزيه خير.